اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلامة يا رب. قل لي، هل تفتح انتخابات نقابة الصحفيين الباب في مصر لتغيير حقيقي برأيك؟ طبعا يا استاذ احمد، اكيد احنا كلنا امل في ربنا، ثم في نقابة الصحفيين اللي هم برضو يعني اتظلموا في حياتهم، وكلهم معظم الناس اللي هم اصحاب الكلام اللي هو الحر ده كلهم في السجون دلوقتي بما فيهم صحفيين كتير. وانا مش عاوز ارد على ابو محمد وارد على ابو مش عارف مين اللي كان بيتصل لحضرتك بتديه وقت قوي وبتضيع علينا الوقت بتاعنا وبتاع حضرتك الثمين ده. يعني انا حابب بس اقول لهم كل اي تهمه اتهمها الدكتور مرسي السيسي دلوقتي بيعملها. يعني اتهموا الدكتور مرسي ان باع سينا وباع، طب فين الوقت اللي هو باع بيه؟ العقودات فين؟ طب السيسي دلوقتي بيبيع ارض مصر وبيفرط في كل حاجه بتاع مصر، عيني عينك مفيش حد بيتكلم. هو ابو محمد ده مش عايش، ما هوش عايش في مصر معانا ولا ايه؟ ولا هو عايش فين؟ يعني تمام. انا مش فاهم والله يا استاذ احمد. يعني لا، انت ايه؟ قلت كلام محترم جدا، بشكرك عليه يا ابو احمد، شكرا جزيلا.